فيما تيسر من بيع الفاكهة والخضروات وبيع المواد الغذائية، يحاول اللاجئ السوري عبد عمودة توفير المصروف اليومي لعائلته. عبد وغيره يعرضون بضائعهم للاجئين السوريين المقيمين معهم داخل المخيم بأسعار متواضعة، في محاولة منهم للتخلص من استغلال بعض التجار الأتراك كما يقولون. نحن بنشتغل هون بالخضرة، أول شغلة يعني مثل ما بيقولوا بنطلع مصروفاتنا، بنطلع خضراياتنا وبنبيع خضرة هون لأهل المخيم، لأني في الضيعة في استغلال بالضيعة هون. بس مثل الجبس هون نحن بنبيعه الجبسي مثلا بثلاث ليرات، الجبسي كله بيطلع هي بالضيعة حقها سبع ليرات من ليرات. البندورة بنبيع نحن هون بالمخيم بليرة، في الضيعة حقها ليرتين ونص، استغلال يعني عم بيستغلونا حقها ليرة ونص ليرتين. الأجواء الرمضانية لم تغب عن اللاجئين السوريين، فمنهم من يقطع مسافات كبيرة للحصول على بعض المواد الغذائية الرمضانية التي لم يستطع عبده توفيرها لهم. أنا اشتريت من برا شيء ما متوفر عندنا هون، جيبه من برا، ولا أنا بتمنى يكون كل شيء متوفر هون. يعني كلاتنا بنساعد بعضنا، بنحب انه نضل نخدم بعضنا، يعني كلاتنا قلب واحد هون واخوي وكذا، بس الشيء ما متوفر هون نضطر نجيبه من السوق. الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون هنا دفعت كثيرا منهم للعمل في المدن التركية وبرواتب زهيدة للغاية. إذن هو إصرار من قبل اللاجئين السوريين على تخطي كل العقبات التي يواجهونها في رحلة اللجوء المؤقتة كما يقولون، على أمل العودة إلى مدنهم وقراهم في أقرب وقت ممكن. من أمام مخيم ييلداغ للاجئين السوريين جنوبي تركيا، مهران عيسى، سكاي نيوز عربية.